عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وراثة القناة مخلوف كريمة من الجزائر العاصمة. انطلقت كاميرا قناة الأوراس اليوم لعمل تغطية مع رئيس بلدية الرغاية. تابعوا معنا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر السيد أحمد برا على استضافتنا في مكتبه. مرحبا بكم، مرحبا بقناة الأوراس الفتية ببلدية الرغاية. لدينا بعض الأسئلة لك. أول سؤال بالنسبة للنقل، هناك العديد من الشباب فصلوا بينهم وبين آرائهم. هناك من يقول أن سبب النقل أنهم هما اللي ما قبلوش، على جال ما يقدروش يردوا، قال لك ما قدرتش، ما نربطش لي بلاص بزاف ما نخدمش. وكاينين اللي قال لك لا، قال لك الوالي ورئيس البلدية هما اللي منعونا ما خدمنا. إشكالية تاع النقل على مستوى الوطني هاي إشكالية كبيرة، تنقل الأشخاص وكذا، بصح كاين مديرية النقل هي اللي تضبط تضبط خطوط النقل ما بين البلديات وبين الولايات. دوكا كاين خطوط النقل ما بين البلديات، يعني داخل الولاية. حنايا كبلدية ما عندنا حتى دخل في هذا الأمر فيما يخص تسيير الخطوط النقل المسافرين ولا نقل الأشخاص ما بين. احنا عندنا إشكالية بحكم بلديتنا جاية في منطقة حدودية مع بومرداس، بين ولاية الجزائر وولاية بومرداس. صافي كاين بزاف اللي عندهم خطوط ما بين الولايات، يعني يجوا من بودوة والبحري يدخلوا لبلدية الرغاية. يعني الأشخاص اللي يجوا كثر يجوا من بودوة. صافي عدد الحافلات المتواجدة في الخطوط ما بين الولايات اكثر من الحافلات الموجوده داخل الولايه. حنايا زعما الحافلات اللي موجودين ببلديه الرغايه ويتنقلوا خارج بلديه الرغايه، يعني دخول يعني داخل المنطقه الحضاريه تاعنا، يعني كما نقولوا حنا حطينا محطه المسافرين، تنطلق من كيما الملعب بورعده وتروح. عندنا زوج ثلاث خطوط، تروح للعين طايا وتروح للوزمو وانت خلاص الحدود تاع بلديه الرغايه، وهي نقولوا قاعده لا باز. وعندنا خط واحد اخر يروح للشاطئ الرغايه. صافي كاين ثلاث خطوط، هذو ثلاث خطوط. الخط ما بين عين طايا ورغايه وهراوه مفتوح باسكو داخل الولايه، وكاين خط للشاطئ الرغايه سعيداني علال مفتوح، وعندنا خط واحد اخر يروح القاعدة لا باس. بصح الخطوط ما بين الولايات ما كاش، لهذيك تلاحظ النقص في الحافلات راجع لعدم فتح ما بين الولايات بحكم بلديتنا راهي جايه بلديه حدوديه مع بومرداس بارابور الجي. بلديات واحد اخرين داخليه كانوا يقولوا زعما عين طايا ولا رويبه ولا لوساندي ولا ما عندهمش اشكال هذه، باسكو علاه كلها خطوط داخليه، يعني كاين ترونسبور داخل المنطقه الحضاريه. هذا الاشكال، هذا المشكل احنا طرحناه مع مديريه النقل واعطاونا اقتراحات باش نقترحوا لهم فتح خطوط داخل البلديه، يعني ما بين الاحياء كيما جعفري على كوتي تاع بورصاص وكذا، ومن كيما نقولوا كروش وسط المدينه. اقترحناهم صح، حتى الان مازال ما عطاونا حتى جواب باش يفتحوا خطوط. دوك هذه الاشكاليه وقتها ترفع من اللجنه العليا للصحه ولا تعطي قرار بفتح ما بين الولايات يروح لهذا الاشكال. حنا حتى في بلديتنا يعني في مقر العمل تاعنا يعني في السياج تاعنا ما عندنا اشكال تاع العمال تاعنا، خاصه احنا قلنا منطقه حدوديه، يعني جل العمال والموظفين جايين خارج بلدية الرغاية. نقول خارج بلدية الرغاية يعني خارج الولاية، يدخلوا كاين عمال من برج ملايين، من ثنية، من ولاد موسى، ولاد هداج، عندهم صعوبة باش يدخلوا بلدية الرغاية لأن النقل ما بين الولايات متوقف. ربما إن شاء الله في المستقبل حسب رؤية السلطات العليا بالك ولا يفتحوا الخطوط ما بين الولايات تنحى الإشكال هذا. اما زعما مواطنين ولا النقالين قالوا باللي البلديه ما خلتناش، البلديه ما عطات لك ما تنحي لك،
كاين مديريه النقل تصل مباشره من مديريه النقل. انا جاوني بعض النقالين فهمتهم ومن بعد انا وضحت لهم راحوا قلت لهم مباشره بصح انا درنا رساله لمدير النقل قال لك مربوطه بالبروتوكول هذا كوفيد لام ديريتو الدوله الجزائريه مازال ما رفعتش تجميد تنقل الحافلات ما بين الولايات اذا ما كاين حتى تنقل. حنا راح نعانيو خاصه بلديه الغايه او البلديات اللي جايه على حدود مع ولايات واحده اخرى اللي راح يكون باسكو الاشخاص يتنقلوا خاصه بلديه الغايه راهي طوحات بسبع بلديات كلها مواطنيها يجوا لبلديه الغايه في لازون اندستريال ولا موظفين هنا في البلديه ولا حتى يجوا يتسوقوا في بلديه الغايه راهم ساكن يعانيوا في النقل. هذه هي الاشكاليه وضحتها لكم على سبيل التوضيح فقط. وبالنسبه لسيروره المشاريع؟ فيما يخص المشاريع في بلديتنا كانت في المرحله هذه تاع الكوفيد كانت شويه وتيره الاشغال كانت كاينين بعض المشاريع كانت متوقفه بحكم العمال والتنقل الاشخاص والتنقل البضائع وهكذا كانت فيها اشكال. بصح بعد صدور التعليمه تاع تنقل المؤسسات والمقاولات على مستوى ما بين الولايات وداخل الولايه بعد ما ولاو على 5 تاع الصباح حتى ل 11 تاع الليل يعني بالرخص اللي كانت تمدها المقاطعه الاداريه فيما يخص العمال اللي عندهم اشغال في المقاولات عاودت تنقلت الاشغال والحمد لله يعني وتيره الاشغال راهي زادت شويه في النشاط تاعها. عندنا على كل حال مؤخرا نصبنا عده مشاريع جديده على مستوى بلديتنا على سبيل المثال فيما يخص الارصفه والبنيه التحتيه تاع البلديه كما نقولوا شارع الشلفي ولا شارع احمد فعروسي او مدخل بلديه الرغايه او في وسط مدينه الرغايه او مشاريع في قطاع التربيه ان شاء الله بالك خلال هذا الشهر نستلم مدرسه مجهزه باش تنطلق في الدخول المدرسي الجديد ملاعب جواريه قطاع الصحه قطاع الري يعني تحاولي اكثر من 25 مشروع تنموي مستوى البلديه زايد المشاريع اللي راهي في الفتح والتقييم فيما يخص نقاط الظلم المشاريع فيما يخص الربط بالغاز الطبيعي الحمد لله السونار غاز راهي ماشيه في المشاريع بنسبه انجازها فاق 60% حتى 70%. عندنا فيما يخص لاسينيسمون ان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله تبدا مشاريع على مستوى الاحواش تقريب الحمد لله تبقى بعض العراقيل الاداريه ان شاء الله تزول وتنطلق الاشغال التنمويه. احنا الحمد لله ما توقفناش حتى في الكوفيد كنا نديروا سيرفيس مينيمو كان الاشغال صح تعطلنا ولكن ما توقفتش وان شاء الله كاين مشاريع راح نزيدو تنصبو كيما الملعب بورعده اليوم انصطالينا اسمو لونتربريز باش يبدا في الاشغال تاعو على مستوى الملعب وكاين بعض الشوارع واحياء ان شاء الله راح تستفاد من برامج تنمويه. بالنسبه لعمال النظافه لاحظنا انه كاين اماكن مازال المهملات خاصه في حي سعيدان حلال. اشكاليه ماشي برك في حي سعيدان حلال حتى في بعض الاحياء العريقه في بلديه الرغايه. احنا عندنا مؤسسه ولائيه تسير من طرف والي ولايه الجزائر. هذه المؤسسه هي مستقله متخصصه في جمع النفايات المنزليه والكنس الشوارع. في المده الاخيره صح صار شغل ضعف في الاداء تاعها وانا رسلناها وكتبنا لها اوفيسيالمون وهضرنا مع السيد الوالي حول هذا الاشكال تاع تباطؤ في رفع القمامات من طرف هذه المؤسسه اللي راهي للاسف راهي تعاني في الاونه الاخيره عندها واحد العام ولا عام ونص فيما يخص الشاحنات والعمال
وان شاء الله عندنا وعود من طرف السلطات العليا على راسها السيد الوالي ومدير هذايا مدير اكسترانات باش يعاودوا يحسنوا ظروف العمل تاعهم ونقضيو على هذه التراكمات تاع القمامة على مستوى الاحياء تاعنا. خاصه احنا بعد استفسارنا في الامر هذا يعني عندهم نقص في الشاحنات ورم ينتظروا باش تحل هذه الاشكاليه وان شاء الله نتهناو منها في اقرب. احنا كل حال انا درنا تقارير تاعنا البارح فقط كنت نتكلم مع السيد الوالي فيما يخص هذا الموضوع وان شاء الله وعدني باش يتدخل على مستوى والي ولايه الجزائر ولا على مستوى المدير العام تاع الاكسترانات باش يعاود يعطي يعني دفع لهذه المؤسسه باش تعاود تقوم بالمهام تاعها اللي راهي موجوده من اجلها. ان شاء الله. كلمه اخيره ان شاء الله قناتكم اولا تبدا في يعني كما يقولوا تظهر ما بين القنوات الموجوده على مستوى الوطن. ثانيا نطلب من المواطنين شويه الصبر يا اخي والمتابعه. احنا الحمد لله ابوابنا مفتوحه على طريق الصفحه الفضاء الازرق ولا طريق اللقاءات الجواريه اللي نقوم بها ولا في الاستقبال اليومي اللي للمواطنين تاعنا عن طريق النواب ولا عن طريق رؤساء المصالح ومصالح البلديه. ان شاء الله نكونوا على ظن وحس المواطنين فيما يخص الخدمات اللي نقوموا بها ان شاء الله. وبارك الله فيكم. وفي الاخير نشكركم على المتابعه. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم قناه الاوراس. في امان الله.